يعني سلمى بفقرتنا الأخيرة رح نوقف أيضا على وضع الحرائق، ولكن رح نحكي بشكل مفصل عن الإسعافات يلي ممكن نتخذها في حال تعرض بعض الأشخاص لحالات الاختناق باختلاف درجاتها وباختلاف خطورتها. وطبعا سلمى مثل ما شفنا الإحصاءات 3 حالات وفاة وعدد من الإصابات نتيجة هي الحرائق واستنشاق الدخان الناتج عنها. طبعا ما بينلاموا الأشخاص اللي حاولوا لآخر لحظة التمسك بأرضهم وبخيراتهم وبهي الأشجار يلي عمر آلاف السنين والناطرين الموسم بفارغ الصبر. طبعا هي الحالات المؤلمة يلي صارت، ومثل ما كنا أخذين اتصال قبل شوي وقالوا أنه نتيجة رفض الأهالي ترك يمكن أراضيهم تعرضوا لحالات اختناق شديدة ومنها حالات وفاة 3. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع عن الإسعافات الأولية بشكل مفصل مع الدكتور بهجة عكروش أخصائي في الإسعافات الأولية وطب الطوارئ. وصباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباح يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. يعني دائما أول شيء بيخطر ببال أي حدا فينا شو ممكن أتصرف لما بيكون في جنبي حريق، ولكن مثل ما شفنا نداءات استغاثة، في كتير أهالي رفضت تطلع من البيوت، حاولت تساهم بشكل ما أو بآخر بكل شيء عندها داخل البيت من موارد مائية لأطفاء الحرائق اللي ببعض المناطق القاسية أو خليني أقول الظروف الطبيعية فيها وعرة وصلت للبيوت، فكان في ناس خايفة على بيوتها حتى عم تحاول تطفي الحرائق. في عنا أشخاص كبار بالسن كان موجود، في أطفال، حالات مختلفة بتكون موجودة بساحة الحريق مثل ما بيقولوا، كيفية التعامل مع هي الحالة؟ بداية السلام إلى سوريا، أنه سوريا أمنا جميعا، وأي شيء بيصيبها بيصيبنا كلنا. الحرائق اللي عم تحصل هي حالة مؤلمة وحالة مزعجة وحالة كارثية. للأسف نحن أمام حالة كتير صعبة، الحرائق عم تكون كبيرة جدا، وهج النار عم يكون عالي جدا، وبالتالي يمكن من يرى النار ويرى حجم الحرائق يقدر هذا الكلام، لكن الكلام كله لا يستطيع أن يصل إلى المرحلة اللي نقدر نحدد فيها حالة النار اللي عم تكون موجودة، الهشيم اللي عم تاكل الأخضر واليابس. طبعا الخطورات اللي عم تكون هي الحالة العالية من الحرارة اللي عم تولدها الحرائق، إضافة لشيء آخر هو الكربون أو ثاني أكسيد الكربون اللي عم يصير نتيجة الاحتراق الشديد جدا والكبير جدا، وبالتالي عم ياخذ من الأكسجين، وبالتالي أصبح حالة التنفس حالة حتى أقل قدرة على أخذ الأكسجين بشكل كامل. فإذا نحن أمام خطورتين، الخطورة الأولى هي الحرائق بحد ذاتها في حال دخول الأشخاص ضمن معترك إطفاء الحرائق، وخاصة الواحد عم يشوف بيته وعم يشوف رزقه عم يحترق أمامه، أو لا سمح الله ابنه جوا عم يحترق، ما حدا رح يقدر يتحمل، بده يدخل إلى الداخل، وهذا هو الشيء الكبير الخطير اللي هو أنه عم يدخل الإنسان ضمن بوتقة حرارة صعب جدا حدا تاني يرجع يأسعفه. الشيء الثاني الصعب جدا هو موضوع نقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي عم تحصل حالات الاختناق الكتير كبيرة. إذا نحن كحالات طبية أو كحالات علاجية، أنا أمام أنه شخص مصاب بالحريق، وبالتالي شو درجة الإصابة بالحرق أولى ثانية ثالثة، أو أنه يا هل ترى هل هو عم ياخذ الاكسجين او ما عم يقدر ياخذ اكسجين بشكل كافي، وبالتالي عم ياخذ ثاني اكسيد الكربون وعم يوصل لمرحله انه يوصل الى مرحله الاختناق، وهون بتكون حاله اسعافيه مختلفه تماما عن حاله الحرق، واحيانا عم يكون الاثنين سوا، انه عنده يعني حرق من عده درجات اضافه الى الاختناق وعدم قدرته على أخذ الأكسجين الكافي ليقدر يتنفس. فهي هي الحالة الأساسية المهمة جدا الموجودة في نعم. الحالات حاليا. نعم، كنا عم نحكي عن الإسعافات الأولية مع الدكتور بهجة. أكيد دكتور، حكينا عن الإسعافات الأولية وبدنا نحكي بالتفصيل عن الأخطاء يلي ممكن يتبعها الشخص، خاصة في بالحياة عنصر مفاجأة كتير كبير، ممكن الشخص يخطئ بتفاصيل صغيرة تودي بحياة كتير من الأشخاص. خلينا نحكي بالبداية عن أهم النقاط يلي يجب على الأشخاص تجنبها في حال تعرض للحريق من حيث الإسعافات الأولية. طبعا مثل ما حكينا هي الحالة حالة أكيد حتكون
مزعجة وحتكون خطيرة بكل مراحلها، لأنه حكينا حجم النار هو كتير كبير كان عم يكون. أولا يعني أنا ما بقدر لوم الناس، لكن أتمنى ووجه نصيحتي أنه نحن يعني إذا ألقينا نفسنا بالتهلكة يمكن ما ننجح، وبالتالي نقضي على نفسنا ونزود نزيد الحالة سوءا. يعني أنا إذا قادر، أنا بقدر ولو ببسيطة بلحظة بشوية عقلانية، مع أنه بهي اللحظة يمكن الواحد يفقد العقل نتيجة الهول الحادث اللي موجود، أنه ما يدخل لمكان هو عرفان أنه ما رح يجيب نتيجة. يعني أنا صح بيتي عم يحترق، لكن أنا إذا فتت رح احترق معه، خليني برا مشان أقدر أكمل مسيرتي بالحياة. فأولا عدم الدخول إلى الأماكن اللي يعني يشاهد انه صعب جدا الخروج منها، او انه ما في يعني ما في اي فائده من ان انا ادخل داخل النار، لانه حجم النار اكبر بكثير من انه انا زدت سطل المي ولا اني اقدم اي شيء. وبالتالي انا يمكن اكون بحسره اني اتفرج عم يحترق احسن ما احترق انا وياه. هذا نقطه اولى كثير مهمه، لكن دائما عواطفنا بتسبقنا، خاصه واحد عم يكون بيته عم يحترق او اي شيء رزقه عم يحترق ما بقدر لومه، لكن للاسف انه نحن بحاجه عقلانيه بهذا الموضوع. النقطه الثانيه دائما يعني اللي عم نشوفه انه دخان شديد جدا اسود، فعم يكون هو مشبع بالكربون وثاني اكسيد الكربون وما في اكسجين. يعني حاولوا قدر الامكان انه ناسنا يبتعدوا عن الاماكن اللي فيها كثير من الدخان، لانه كمان دخولهم عم يؤدي الى الاختناق، وبالتالي اصبح هو عالي على الاخرين لانه نسبه تسعفه اضافه لحاله انقاذ الحريق او انقاذ ما يمكن انقاذه في هذه اللحظه. فاذا من النصائح المهمه جدا، مع انه انا برجع بقول انا عم احكي نصائح الطبيه، لكن احيانا ضمن الهول الحادث الواحد للاسف ما بيقدر يفكر فيها. ممكن الناس من المشاهدين اللي بيقولون مين بده يفكر بهي اللحظه، لكن للاسف نحن مضطرين نفكر، لانه نحن في تهلكه هون، مو موضوع انه أذية بسيطة. هلا هي النصيحتين الأساسيات، واللي مهم بدي أقوله للناس وخاصة فيما يتعلق بالناس اللي عم تختنق. اختناق أهم شيء سحب هذا الشخص إلى مكان يعني في أكسجين، يعني بعيدا عن الحالة. يعني معلش نحن لا شك انه حالة صعبة، لكن إنقاذ الروح أهم من إنقاذ التراب ولا إنقاذ البيت، لأنه بالنهاية أنا اللي بدي ساوي البيت وأنا بدي ساوي الأرض. فإذا أنا احترقت أو أنا اختنقت أو أنا توفيت، يعني ما عاد في فائدة لعائلتي كلياتها. لذلك أتمنى أنه من الجميع ممن يكون موجود ويكون نوعا ما مدرك أكثر من غيره، يمكن يكون قادر على السيطرة على عقله أكثر من غيره بهي اللحظات المهولة، أنه لما نشوف هيك حالات فورا نخرجها باتجاه أماكن فيها أكسجين أو فيها بعيدا عن الدخان وبعيدا عن اكتظاظ الدخاني حتى نجنبه الاختناق. هذا في رقم واحد. فيما يتعلق بالاحتراقات، يعني الاحتراقات عم تكون بدرجات مختلفة. يعني واحد قريب عم تكون درجة حرارة الاحتراق عالية جدا، درجة ثانية أو درجة ثالثة. الدرجة الأولى هو يمكن من بعيد على وهج النار ممكن يصير معنا حروق درجة أولى. يعني أهم شيء هو تبريد، دائما التبريد رقم واحد فيما يتعلق بعلاج الحروق. نحن بهون ما عندنا حالة علاجية، هو حالة إسعافية بالمطلق. الحالة الإسعافية تكمن في تبريد الشخص المصاب بالحرق لسببين. السبب الأول هو تخفيف الألم، وثاني الشيء الثاني حتى ما يكون الاحتراق مستمر وبالتالي يؤدي إلى درجات أعلى في الإصابات. للأسف أنه ضمن هذه الفاجعة العمل الطبي المباشر وخاصة من الناس بطبي هول الحالة عم يكون أقل تركيزا، لكن أؤكد على الناس اللي بتكون موجودة أكثر وعيا أنه مشان ما تزيد الطين بلة مثل ما منقول، أنه ما نخلي الواحد احتراقه من درجة أولى لدرجة ثانية ليصير درجة ثالثة أو يكون واسع وبالتالي نحن يؤدي إلى وفاة. لأنه دائما مساحة الجسم إذا 20% بينصاب في بحرق أصبح دخل بمرحلة الخطورة. فكيف إذا واحد داخل على النار فأكيد هو حياخد معظم جسمه، لذلك عم تكون درجات الإصابة عالية جدا، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى وفيات أو إلى أذيات أخرى. غير أنه
بعض الحالات الإسعافية اللي ممكن تصير نتيجة الدخول للحريق هو احتراق الأنسجة المخاطية والأنسجة الرخوة بالأنف بالفم، وبالتالي بيصير في عنده نقص تنفس، إضافة ممكن يصير في عنده عدم قدرة على التنفس نهائي لأنه صار في التصاقات. أيضا هذا يؤدي إلى الوفاة، غير موضوع أنه الحرق يؤدي إلى الوفاة بانكماش الأغشية المخاطية بالداخل، وبالتالي عدم قدرته على التنفس. عدم القدرة على التنفس أيضا تؤدي إلى الوفاة. فهي الحالات اللي احنا لازم على الأقل بالحدود الدنيا ننتبه لها. نعم، يعني مثل ما قلت دكتور، الخطوة الأولى هي إجلاء الأهالي، وهذا اللي كان عم يعمل عليه مبارح بأغلب المحافظات وشاهدناه على طبعا شاشة التلفزيون. نعم. بالنقل المباشر من إجلاء الأهالي من البيوت للمحافظة على حياتهم وأرواحهم. بقلب هاي الظروف اللي نحن فيها أصلا، الكل عم بيحاول قدر المستطاع يلبس الكمامة مشان كورونا والحماية من فيروس كورونا، ولكن الأشخاص اللي هنن على تماس مباشر، رجال الإطفاء، رجال الجيش العربي السوري، الدفاع المدني، بعض منهم عم بيكونوا ضمن الحرائق. نحكي كمان عن كيف ممكن نحميهم بخلال هذا الوقت. في منهم كان عم بيحط كمامة قماشية مبللة بالماء ليخفف من وهج الدخان اللي طالع، هل هذا الشيء مزبوط؟ كيفية حمايتهم أيضا؟ نعم. بداية يعني اسمحي لي معلش خارج الإطار الطبي أني أوجه كل التحية حقيقة أكيد. لأفراد الجيش العربي السوري والدفاع الوطني والدفاع المدني وكل الناس اللي عم تشتغل. هاي السوريين، هاي سوريا بالنهاية. نحن تعودنا أنه نكون نحن مع بعضنا بالصعاب، وجيشنا كان حامينا سلما وحربا، ودفاعنا الوطني وكل الجيش الرديف بكل كان دفاع وطني ولا كان دفاع مدني عم يقوم بواجبهم، وخلال الأزمة ما قصروا أبدا. فكل التحية باسم كل سوري، باسم كل شريف، منوجه لهم إياهم عبر محطتكم الكريمة الوطنية. فيما يتعلق بالتصرفات الحقيقية اللي عم يستعملوها لحتى يقدروا يقووا نفسهم، طبعا هو سليم بالمية مية وضع الكمامة وخاصة الرطبة. يعني الكمامة القماشية ممكن تكون أزية أكثر، يعني الورقية أفضل. الورقية طبعا لأنه وهج الحرارة والحرارة العالية ممكن أن تؤدي إلى اشتعاله بشكل أو بآخر، وبالتالي تؤذي هذا الشخص. لكن الكمامة اللي بتكون مبللة، القماشية المبللة، هي أكثر تحملا، وبنفس الوقت هي بتكون واقية أكثر من خلال دخول الغازات أو دخول ثاني أكسيد الكربون إلى الداخل. برجع بقول هن، يعني أنا اللي كنت عم بقوله قبل شوي، يمكن يكون مناط بالجيش العربي السوري ومناط بالدفاع الوطني والمدني والأطفاء، رجال الأطفاء اللي عم يعملوا معجزات على فكرة، وهن رجال ما خلف الكواليس. وكمان بنوجه لهم التحية، رجال الأطفاء السوريين اللي بكل أصقاع سوريا، كان باحتراقات محطات الوقود والنفط وأنابيب الغاز اللي كانوا دائما يفوتوا بأسرع ما يمكن، وهن يتعرضوا للإشكالات الحريق وبكل ما فيها. فبالتالي استخدام الكمامات الواقية القماشية المرطبة هي حقيقة أفضل ما يمكن. هلا إذا كان في أقنعة، مع أنه يعني بتصوري ضمن الظروف اللي احنا فيها صعب نلاقي الأقنعة الواقية، لكن ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة أفضل شيء هو أن نحط كمامة قماشية وفعلا دائما نبللها مشان تخفف وهج الحرارة، وبنفس الوقت تخفف دخول الغازات إلى داخل الجسم. نعم. دكتور، شو بتحب توجه نصائح حكي أخيرة للأشخاص، إن كان بمصابين بيقربوا وتعرضوا يمكن لمثل هي الحالات أو حالات حروق من درجات مختلفة، إسعافات أولية بسيطة ممكن تحمينا من الدخول بمرحلة الخطورة أو ممكن حتى تحافظ على حياتنا؟ يعني أي شخص يتعرض للحرق، وخاصة إذا كانت مساحة الحرق أكثر من، يعني مثل ما حكينا، توصل لمرحلة 20%، بدون أي نقاش لا حدا يستهين بالحالة، لابد من مراجعة المشفى والدخول إلى المشفى حتى لو كانت على مستوى بسيط. المساحة العالية هي مساحة خطورة، وبالتالي تؤدي إلى خسائر سوائل كتير. اللي بتمنى من الجميع، حدا قدامه محروق وبدرجات معينة مختلفة، تعويض السوائل لبين ما نوصل للمشافي، يمكن ضمن هذا الكم الهائل عم يصير في عنا إشكاليات. لكن شرب السوائل، ترطيب الجسم من خلال، إن كان من الشخص إذا كان واعي للحالة أو الأشخاص اللي حواليه،
دائما الترطيب وتعويض السوائل، لانه بالحرق بيكون في حراره عاليه بيصير تبخر للسوائل والشوارد من الجسم، وهذا احد اسباب الخطوره العاليه التي يمكن ان تؤدي الى الوفاه في حال كانت كميات كبيره. والترطيب الامن كيف بيكون؟ الترطيب الامن، الترطيب الامن عباره عن قطع قماشيه على الجسم نفسه، تمام، او بالماء البارد، بيصب الماء البارد على الجسم، تمام. المهم ان يكون ترطيب للجسم، هذا خارجا، داخلا هو تعويض السوائل. هلا طبعا نحن خارجا ما راح ندور على سوائل طبيه وسوائل ملحيه والى اخره، لكن على الاقل تعديل هو تعويض السوائل حتى ما يصير في عندنا تجفاف، والتجفاف بيؤدي الى اذيات قصور كلوي او يعني اصابات مرضيه اخرى. أكيد. نحن ما في غنى عنا. نحن كحاله اسعافيه عوضوا سوائل داخلا، يعني شربوا سوائل المصاب المحروق وخاصه الكميه المساحات الواسعه، اضافه لهذا الشيء ترطيبه خارجا سواء بقطع قماشية مبللة أو سواء بصب الماء البارد على هذا الجسم، وقدر الإمكان مثل ما حكينا خاصة فيما يتعلق بحالة الاختناق أن نخرج هذا المصاب فورا من المنطقة وناخذه إلى منطقة تكون الدخان ما نواصل لها حتى يقدر يستنشق أكسجين بشكل كافي. ودائما التأكيد على أنه يا هل ترى في حريق في الأغشية المخاطية بأغشية الأنف أو الفم، حتى لأنه ممكن لحظة ما في شيء الشخص فجأة بيوقع لأنه ما عاد قدر يتنفس، تمام، نتيجة حرق الأغشية المخاطية. فكمان الناس اللي معنيين أو اللي نوعا ما عندهم خبرة أو معرفة طبية أو معرفة إسعافية أنه يشوفوا إذا كان محروق وشه، يتأكدوا إذا في حرق بأنفه أو فمه، لأنه ممكن يحتاج إلى تنفس صناعي حتى نقدر نحن بنفس اللحظة، أو توقف قلب نتيجة هذا الموضوع كمان لازم نقوم بإسعافاتنا الأولية تجاهه حتى نقدر نوصله إلى أقرب نقطة طبية وبالتالي يقوم بالواجب تجاهه. نعم، يعني بالختام نشكر وجودك معنا دكتور، ونتمنى الصحة للجميع والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور بهجة عكور، شكرا لكم، اختصاصي إسعاف أولي وطب طوارئ. شكرا لكم، والله يحمي سوريا، وإن شاء الله تكون سوريا دائما كشجرة الزيتون اللي احترقت وهي عم تحترق من جوا لكن ظلت واقفة، وسوريا رح تبقى هيك ورح نبقى واقفين بإذن الله. أكيد، شكرا.